إشارة الرأس، فالأصل في الوضوء هو غسل الرأس وليس غسل الشعر. فرقوا غسل الشعر وغسل الرأس. فلما كان غالب الإنسان عليه شعر يعني على رأسه شعر، فاقتفي بالفرع من الأصل. يعني فلو مسحتم شعرا دون أن تمسحوا رأسا صح وضوءك، لكن بشرط أن يكون الشعر في حد الرأس، أن يكون الشعر في حد الرأس. ما هو حد الرأس؟ يعني آنفا درسنا حد الوجه هذا هو، فاهم؟ أما حد الرأس هو الذي تغطيه القلنسوة، يعني هذه هي حد الرأس من هنا، يعني إلى الأذن، يعني البياض الذي خلف الأذنين هو من الرأس، ثم إلى القفاء، فهذه هي حدود الرأس. فأي شعر خرج من حد الرأس ومسحته لا يصح وضوءك. طيب مثلا من طال شعره هنا؟ مثلا أخونا، نعم أنت، يعني شعرك يعني مسترسل إلى الجبهة، شعرك مسترسل إلى الجبهة إلى هنا، نعم. فلو مسحت شعرك يعني الخارج من حد الرأس فقط، يعني خلاص هكذا لا يصح وضوءك. وكذلك المرأة، يعني الشعر المسترسل في الخلف، يعني تمسح فقط الطرف هكذا لا يصح الوضوء. فهمت؟ طيب. فهمت؟ نعم. طيب. الأداء في الوضوء فقط أو في تحلل؟ بعدين سيأتي. بعدين هو القدر المجزئ من الرأس، القدر المجزئ في التحلل وفي الوضوء. نعم. إنما الآن أذكر مسح شيء من بشرة الرأس، فهذه هي الأصل. فيسن في الفقه الشافعي إذا مسحت شعرك أن يصل أو أن تمس أيضا بشرة الرأس، فهمت؟ أي نعم. فالطريقة مثل هذا، فالطريقة يعني السبابتان ضعهما في وسط الرأس، ثم يعني الإبهام يعني في الأذن مثل هذا، ثم تديرهما إدارة إلى الخف، ثم ترجعهما إلى المقدم. فهذه كيفية مستحبة في مسح الرأس. لكن كيفما مسحتم يعني مثلا تمسح عشوائيا أو تعريض الرأس إلى الحنفية مباشرة، ما في إشكال، فهم؟ لكن الطريقة المستحبة مثل هذا. نعم. أما أو شعر في الرأس أو شعر في حده، انتبهوا في حده، يعني شعر في حد الرأس، فأي شعر خرج من حد الرأس لا يصح الاكتفاء، لا يصح الوضوء بالاكتفاء عليه. نعم. كما بينت، فشعر، ففي الفرق بين القدر المجزي في الوضوء وفي التحلل. أما في الوضوء فيجزي مسح بعض شعر، انتبهوا، مسح بعض شعرة واحدة، فربع شعرة واحدة يعني طوله 5 سنتيمتر، فتمسح فقط سنتي واحد من شعرة واحدة، فهذه تصح في الوضوء. أما في التحلل 3 شعر، فهم؟ في التحلل 3 شعرات في مذهب الشافعي، نعم. لكن في المذاهب الأخرى لا تصح، فقط تقصير في 3 شعرات، لابد من التقصير في نواحي
في نواحي الرأس. فهمتم؟ إذن في الفرق بين القدر المجزي في مسح في الرأس عند الإمام الشافعي في التحلل وفي الوضوء. أما في الوضوء فتجزي ولو بعض شعرة واحدة. فهمت؟ ولو بعض شعرة واحدة، ليس شعرة واحدة كاملة لكن بعض شعرة، لكن في حد الرأس. أما في التحلل لابد من على الأقل ثلاث شعرات. نعم. لازم أيضا في التحلل في حدود لا لازم في حدود الرأس. لازم في حدود الرأس. طيب نعم في حد الرأس. نعم في حد الرأس. نعم. إذا النساء مثلا يتحلل يعني لا يجوز إذا في هناك. نعم نعم. لازم بالأمام هنا. نعم المهم في حد الرأس. في حد الرأس. في حد رأسه. نعم. طيب. الله أعلم. لا أدري. لعله عفوا لعله يجزي، لأن الأمر في التحلل هو حلق الشعر، والأمر في الوضوء هو مسح الرأس. فهمت؟ الأمر في الوضوء وامسحوا برؤوسكم، أما في التحلل ولا تحلقوا رؤوسكم ولا هاي نعم في الرؤوس أيضا، لكن معروف بمعنى الشعر. الله أعلم هل يجزي أم لا. لعله يجزي. الله أعلم. لعله يجزي. لعله. الله أعلم. طيب هذه تسمى بتخريج. هذه يسمى بتخريج. هل هذه مسألة يعني نفس الحكم بالمسألة؟ يعني الإمام الشافعي يقول في مسألة الوضوء يعني بأنه في حد الرأس، لكن لم يقل في باب التحلل هل هو في حد الرأس. فيأتي إمام من الأئمة يعني يتفكر أو يفقه هذه المسألتين، كلاهما متقاربان لكن في باب آخر، فيلحق فيقيس باب التحلل على باب الوضوء بنفس في نفس الحكم. فهذه تسمى التخريج. يعني التخريج هو مثل القياس في النص. أما القياس على القرآن والحديث، أما قياس على نصوص الإمام يسمى التخريج. يعني التخريج هذه من وظائف الإمام الجويني، هذه من وظائف الإمام الأستاذ أبو إسحاق والإمام يعني أبو إسحاق إثناني الأستاذ وأبو إسحاق الشيرازي. أبو إسحاق في الفقه الشافعي إثناني. نعم. طيب لا نطيل. ثم الرابع الخامس بصل الرجلين مع الكعبين. ثم السادس الترتيب على هذه الكيفية. يعني الترتيب هذه معتبر على المذاهب الثلاثة. يعني أما الحنفية فقال ليس بواجب الترتيب. عند الحنفية ليس بواجب، وعند الشافعي أيضا الترتيب يستثنى. يعني الترتيب في الجملة واجب لكن يستثنى في من غمس. انغمس يعني في البئر، انغمس في البئر ممكن، انغمس في يعني في النهر أو في البحر، يعني انغمس في بركة، يعني خلاص يعني دقيقة واحدة ينوي الوضوء صحة الوضوء، وكذا أيضا ينوي الغسل خلاص بدون ترتيب. يعني ما حكمه يعني الوضوء فقط في انغماس. يعني هذه صحة عند الشافعية. جربتم؟ جربتم يعني إذا أتيتم النهر أو البحر أو البركة يعني فلا تحتاج إلى الوضوء من الحنفية أو في دورة مياه. خلاص يعني غمسة واحدة صح وضوءك. نعم بشرط أن لا يتغير الماء. يعني أن لا يتغير الماء طعما وريحا ولونا. أما إذا تغير خصلة من الثلاث فلا يجوز الوضوء والغسل ولا الانغماس أيضا. لا يجوز. فهمت؟ فهمت. صار نجسا. نعم صار الماء نجسا إذا تغير تلك، لكن إن شاء الله غالب البركة لم تتغير.
لم تتغير ب نعم تغير ب لم أن تتغير لونا أو طعما أو ريحا. نعم. طيب غسل الجنابة وإن كان عليه جنابة من مجامعة هذه الفقرة يسمى أسباب الجنب. أسباب الجنب أولا من مجامعة أسباب الجنب يعني كما قال الإمام ابن رسلان مجيبه المني حيث يخرج والموت والكمرة حيث تولج. كل تقرا يعني كل تقرا من هذه مما قرانا عليه استشهاد في الزبد. فلذلك احفظوا الزبد يا اخوان احفظوا الزبد يعني كتاب الطهارة فقط ممكن في 120 بيت اما في الرسالة الجامعة فقط في صفحتين ونصف اما في الزبد يعني 120. يقول الامام ابن رسلان موجبه المني حيث يخرج والموت والكمرة حيث تولج فرجلا ولو ميتا بلا إعادة والحيض والنفاس والولادة. أذكر فقط يعني لعلكم تتشوقون إلى حفظ الزبد. وإلا كل ذقرة لها بيت فيه بيت في الزبد. مجيبه المني حيث يخرج والموت والكمرة حيث تولج فرجا ولو ميتا بلا إعادة والحيض والنفاس والولادة. هذه موجبات الغسل أو أسباب الجنابة. موجبات الغسل ستة. أولا المني حيث يخرج يعني خروج المني بأي طريقة كان خروج المني يعني يخرج من طريقة حرام أو من طريقة حلال أو من طريقة نوم أمن إلى غير ذلك أمن طريقة نظر أو بسبب فكر أو إلى ذلك في عالم اليقظة أو في عالم الرؤية. فخروج المني يوجب الغسل والموت يعني إذا مات الإنسان يجب غسله. والكمرة حيث تولج. الكمرة ما معنى الكمرة؟ الكمرة حشفة. نعم أكرمكم الله حشفة الذكر. والكمرة حيث تولج ما معنى تولج؟ تدخل. إذا دخلت الكشفة سواء أنزل أو لم ينزل وجب عليه الغسل. فرجا ولو ميتا. الله المستعان. يعني زيد توفيت زوجته ففعل ما خطر في صدوركم يعني لم تذكروا. نعم فبطل فوجب الغسل. نعم لأن الآن يوجد كثير من هذا بلا إعادة كلايرن سوسيو كلايرن. نعم الانحراف الجنسي أو يعني مثل هذا الانحراف الجنسي يقع كثيرا لا سيما في هذه العصر المتأخرة. يعني بلا إعادة يعني بلا إعادة الغسل يعني خلاص الميتة تم غسلها يعني ثم جاء زوجها ففعل وجب على الزوج الغسل ولم يجب إعادة غسل الزوجة الميتة. هذه الأربعة أي فرجت ولو ميتا بلا إعادة
والحيض والنفاس والولادة. انتهاء الحيض وجب الغسل، انتهاء النفاس وجب الغسل، الولادة وجب عليه الغسل عند المذهب الشافعي، يعني عند صميم المذهب فوجب عليه الغسل. لكن من منا، من امرأة فيكم فينا ولدت ثم غسلت؟ لا ما في، لا ما في. إذن فهذه لم نفعل، يعني نساؤنا ليست شافعية في هذه الباب. يعني مقتضى هذه القاعدة، إذا ولدت ثم أطاقت، يعني ثم أطاقت الغسل، يعني وجب عليه الغسل، وجب عليها الغسل. لكن كثير من النساء، كثير من النساء لا، لا يعني لا ينمون غسل الولادة، غسل الولادة، بل لا يغسلون يومين أو ثلاث أيام. طيب نعم، يعني كثيرهن يعني يجمعون بين غسل الولادة وغسل النفاس، يعني بعد 40 يوما، يعني بعد انتهاء النفاس. نعم طيب. فالإمام المؤلف ذكر فقط كم أمرين، وإن كان عليه جنابة من مجامعة، المجامعة هنا يعني هنا احفظوا الزبد يا إخوان، ذكر في 6 أمور فقط في بيتين، يعني فقط في بيتين 6 أمور، يعني 6 أمور فقط في بيتين، يعني الزبد هو ما شاء الله يعني كثيف جدا، كثيف جدا. ف متن أبي شجاع تعرفه؟ متن أبي شجاع نظمه الإمام العمريطي، الإمريطي نظم متن أبي شجاع، اسمه إيش؟ لا النظم نهاية التدريب، اسمه نهاية التدريب، نهاية التدريب، هذه نظم للغاية والتقريب لمتن أبي شجاع. أما نهاية التدريب لمن؟ للعمريطي، للعمريطي، للعمريطي. عمريطي نظم متن أبي شجاع فصار اسمه نهاية التدريب. فنهاية التدريب هذه كم بيتا؟ هي منظومة كم بيتا؟ 1400. هذه بدون باب التوحيد، وبدون باب أصول الفقه، وبدون باب الأخلاق. الزبد فيه أربعة علوم، العقيدة، أصول الفقه، والأخلاق، والفقه. كم؟ 1080. 1080. وقال العلماء أن في الزبد مسائل وقواعد كثيرة لم تذكر في نهاية التدريب، يعني نهاية التدريب مع كون أبياته أكثر فهو أقل بالنسبة للأحكام التي تضمنها. فهم؟ فالزبد أكثر لفظا وأفضل، أكثر معنى وأقل لفظا. فإذا رجعت إلى نهاية التدريب فموجبات الغسل ربما ذكرها في 3 أبيات أو في 3 أو في 4 أبيات. فهم؟ ولذلك يعني أحثكم جدا على حفظ الزبد، يعني على الأقل في باب العبادات، على الأقل في باب العبادات. يعني وسلس، قال الإمام ابن رسلان في 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 مقدمة الزبد، يعني يسهل حفظها على الأطفال، يسهل حفظها على الأطفال، نافعة لمبتدئ الرجال. فالزبد للمبتدئ. فلا أدري ماذا كنتم، مبتدئا أو نعم غسل لازمه، غسل جميع بدنه مع النية رفع الجنابة، هذه تسمى أركان الغسل. يعني وإن كان عليه جنابة هذه أو غيره، هذه تسمى موجبات الغسل،
ثم قوله لازمه قصر جميع بدنه، هذه يسمى، هذه تسمى أركان، أركان الوضوء. فهم؟ أركان الوضوء، نعم أركان الوضوء ثلاثة، ثلاثة: نية، ثم ثاني إزالة النجاسة عند، يعني أركان عند الإمام رافعي ثلاثة: إزالة النجاسة، ثم ثالثا تعميم الماء إلى جميع البدن. فهم؟ تعميم الماء إلى جميع، إلى جميع البدن. يعني أعيد، أعيد يا إخوان: أولا النية، ثم ثاني إزالة النجاسة، ثم الثالث تعميم الوضوء، تعميم الماء إلى جميع، إلى جميع البدن. يعني ممكن نختم، يعني أركان الغسل، أركان الغسل فقط ثلاثة، وما سوى ذلك فهي من السنن، من سنن الغسل. نستمر إلى نواقض الوضوء حتى نختم إلى نواقض الوضوء. شروط صحة الصلاة نقرأ في المجلس الآخر. نواقض الوضوء: وينقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين، هذه تسمى نواقض الوضوء، نواقض الوضوء أو موجبات الوضوء، يعني أي اصطلاح شئتم. موجبات الوضوء، جزاك الله خير، موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء. نعم. وينقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين، سبيلين إيش؟ القبول والدبر على ما كان، على ما كان ما المراد به؟ يعني سيخرج السؤال: ما المراد من قول المؤلف على ما كان؟ القبول أو الدبر على ما كان، على ما كان يعني على الصحة أو المرض، على الصحة والمرض. ثم أيا كان الخارج، على ما كان المراد به. الآن كم ساعة؟ كم ما شاء الله الساعة تبقى تبقى ميتا. ثامنة ونصف. نعم، نستمر عشر دقائق إن شاء الله. نعم. وينقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين، على ما كان يعني على الصحة أو المرض، وأيا كان الخارج، أيا كان الخارج. لو خرج غائطا يبطل الوضوء، لو خرج ماء بطل الوضوء، لو خرج ريحا بطل الوضوء، لو خرج طعاما يعني طعاما يعني لم يبقى على شكل طعام بطل الوضوء، لو خرج حجرا بطل الوضوء، لو خرج دما بطل الوضوء. أيا كان الخارج، المهم المخرج. الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يعتبر المخرج، يعتبر المخرج ولم يعتبر الخارج. أما الإمام، أما الإمام الحنفي يعتبر الخارج أيا كان المخرج. أما الإمام المالكي يعتبر صفة الخروج هل كان على المرض أم لا. فإن كان على المرض لم يبطل. إيه مثل هذه يذكر في بداية، بداية المشاهد. نعم. أيا كان. وينقض الوضوء، هذا الناقض الأول، ثم الناقض الثاني: وينقض الوضوء زوال العقل بنوم أو غيره. المهم زوال العقل بنوم أو غيره، غيره مثل إيش؟ سكر، إغماء. ما معنى إغماء؟ إنسان. إيه إنسان. يعني إغماء، يعني أو سكر